في الجزء الثاني من جلسة الأعمال، شهدت صناعة السيارات الفاخرة انتعاشا في مبيعاتها بعد الخسائر التي ألمت بها خلال العام الماضي جراء الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ إجمالي المبيعات لتلك الفئة من السيارات لهذا العام وحتى شهر يوليو تموز 11% مقارنة بالعام الماضي. عادت الروح من جديد لصناعة السيارات الفاخرة بعد الأزمة المالية العالمية التي كادت أن تعصف بها خلال عام 2009 والذي عرف بالعام الأسود لقطاع السيارات، إذ شهدت تلك الفئة من السيارات ارتفاعا في المبيعات لهذا العام وحتى شهر يوليو بواقع 11% مقارنة بعام 2009. من نص عام 2008 جاءت نكسة الاقتصادية العالمية وأثرت على عالم السيارات، يعني أثرت جامد على عالم السيارات، يعني سوق السيارات السعودية كله كان وقتها نزل من 670 ألف سيارة لأقل من 500 ألف سيارة، يعني على حد 500 وشيء بسيط جدا، فهذه 170 ألف سيارة تقريبا خسرت من السوق. الآن ما شاء الله السوق رجع خلال سنة ونص، رجع الآن لحول 670 ألف سيارة مرة. سوق السيارات الفخمة من حوالي 5 سنين 6 سنين كان حول 6000 سيارة، الآن ما شاء الله تحت سقف 20 ألف سيارة، فهذا يعني دليل واضح على تعافي السوق وخصوصا سوق السيارات الفخمة ما شاء الله، بدليل السيارات اللي معانا اليوم وأسعارها وعدد ندرتها على مستوى العالمي، إنه في لها زباين ولها شراء محتملين جدا يعني وراغبين جدا، بدليل إنه ما شاء الله في كثير من السيارات المعرض اتباعت وهي هنا في المعرض. وتعد السعودية أكبر سوق لتلك الفئة من السيارات، إذ يبلغ إجمالي مبيعات السيارات الفاخرة 40% من إجمالي مبيعاتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. لتصل مبيعات السيارات الفاخرة مقارنة بالسيارات التقليدية في السعودية إلى 26%. بالنسبة لحجم السوق السعودي للسيارات الفاخرة، السوق السعودي يمكن يتميز في هالنقطة هذه على مستوى الشرق الأوسط وليس على مستوى الدول الخليج العربي. نصيب السوق السعودي تقريبا 60% من السيارات الفاخرة في منطقة الخليج العربي، ونسبة النمو السنوية في السعودية تزيد تقريبا عن 20% عن نسبة النمو في دول مجلس التعاون. السوق الواعد اللي منتظر حتى من الدول المصدرة والدول المنتجة للسيارات الفاخرة هو السوق السعودي. في حين شهدت مدينة جدة معرض أكسس الدولي الرابع 2010 للسيارات الفاخرة وبمشاركة 20 شركة عالمية متخصصة في تلك الفئة من السيارات، إذ تم من خلال المعرض طرح عدد من أحدث الموديلات من السيارات الرياضية والجديدة والتي قدرت قيمتها بأكثر من 80 مليون ريال. ما بين الرفاهية والبحث عن التميز تأتي تلك المعارض لتقدم الشركات العالمية المتخصصة في مجال السيارات آخر ما توصلت إليه من تقنيات حديثة، ولتفتح نافذة جديدة على شريحة معينة في المجتمع وعلى المغرمين بتلك الفئة من السيارات. علي العمري، سي ام بي سي عربية، جدة.